سيدي، عم يعرضوا علينا نسمح بخروج البارونات والأستاذ الكبير مقابل إنه يعطونا رهف. ما في عنا حل تاني؟ ما عنا خيار تاني. مارغريت، كيف بتقدم مثل هيك عرض؟ الأستاذ صار عنده علم بكل شيء، بيعرف وضع على رهف، وبالمبادلة عم يدفع مارغريت الثمن. يعني هلأ نحن ما في عنا حل غير المبادلة؟ سيدي، حتى لو عرفنا مكانهم وعملنا عملية، رح بتكون رهف هنيك؟ هيك أضمن إلنا. عابد منشان ياخد بتهاري عم بيحاول يكسب ثقة الأستاذ الكبير، مستعد يفرط بروحه، بس ما رح يفرط برهف. أنا ما بفكر مثل حضرتك. عابد منشان يكسب رضا الأستاذ الكبير مستعد يفرط بكل شي بملكه، حتى لو كان التمن تارك. قبلوا بالمبادلة يا عاكف، بس مو حابب يكون عبد الحي بهذا الموضوع. عبد الحي في عنده طبع انه ما بيظهر مشاعره، بس ممكن انه يعمل شي غلط. وقت اللي بيتعلق الموضوع برهف يمكن يتأثر. قالوا نعم بابا. صار شي لماما نازك؟ طيب أنا جاي لعندك فورا بابا عمر. جوزفين جوعانة كمان؟ من وين فتت؟ سمعت انه إيغور جاي على تركيا، واكيد مو جاي يشوفني لالي. انا شو بالنسبة لكم؟ شخص يأملكن معلومات من جوات حراس المعبد، ولا عملتولي طعم مشان تقضوا عليهن وأنا جواتن؟ وشو بتفرق؟ كيف يعني شو بتفرق؟ كنت متصور إنه نحن عم نعمل عملية مع بعض. مو واثقين فيني؟ هالشي ما له علاقة بالثقة. لو كان عندك علم بأنه في هيك عملية كانت تغيرت طباعك، كان ممكن تنكشف. يعني مو واثقين فيني. حراس المعبد وينهم؟ ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ ليش ما عم يتواصلوا معك؟ بعد المداهمة قطعوا كل الاتصالات، وما بعتقد انهم يتصلوا قبل ما يطلعوا برات تركيا. يعني ما طلبوا منك مساعدة مشان يطلعوا البارونات؟ لا،
بويرز ومتى مهتمين بهالموضوع. بويرز ومتى تابعين لإلك، ما بتقدر تاخذ منهم معلومات. شوف شو بيطلع بإيدي، بس ما بعتقد أنهم يحكوا بهذا الموضوع. أعمل أكتر مما بيطلع بإيدك، كتير مهم تعرف مكانهم لحراس المعبد. هذا خط مأمن، بدك تستخدمه بس مشان تتصل معي أنا. بابا كيف وضعه؟ مانو منيح يا ابني. ان شاء الله رح تتخطى هاي المرحلة بالخبر الحلو اللي رح خبره اياه. شو خير يا ابني؟ رهف باسطنبول يا بابا. مين جابها يا عبد الحي؟ كيف اقنعتوها اخيرا للمرة؟ المرة انجبرت. صحيح في مشكلة صغيرة، طبعا هي رح نحلها. هذا المساء رح جيب لها حفيدتها للماما نازك. ماما حبيبتي كيفك؟ اهلا وسهلا يا ابني. ماما عن قريب رح اجي لعندك ومعي اخبار حلوه. لا تواخذني يا ابني، انا ما تذكرتك. انت اكيد رفيقه لعلي، ما هيك؟ مزبوط حكيك، هذا رفيقه لعلي. بترجاك اوعك تخبره لعلي يا ابني بلا ما يتضايق. خليني اتحسن شوي وبعدين يجي لعندي. طيب مثل ما بدك. اصلا ما قلنا لعلي شيء، انت لا تقلقي. بابا نحن شو منقدر نعمل؟ شو عم بيقولوا الدكاترة؟ الدكاترة عم يعملوا اللي بيطلع بإيدهم. بلكي إذا شافت رهف بتتحسن. بابا رح جبلكن أمانة أخي مراد بأقرب وقت ممكن. شوف ابني، صفية هون، مشان هيك أنا طلبتك. أخي وين ضعت أنت؟ عود. إذا رحت على موناكو ما كنت مخبرني، هالمرة رح أزعل منك عن جد. يا ابني هلا مو وقت المزح. صاري بملاحظ شو اللي عم تساوي؟ انجبرت على هالشي يا ابني. شريكك الروسي غادروا لملك السفن. يا كنت بدي أطلب منه يروح يقعد بحضن إيغور، يا أما كنت بدي أجبره خليه يقعد بحضننا. صاري ما في غير طريقة واحدة ليكون الحق معك. الرابح دائما معه الحق. خليك مرتاح، رح أربح. ما قدرت تخليه يوقع على شيء وما قدرت تجمع أسهمه. ليكو هلا إيغور جاي على تركيا مشان يقعد على قلبنا. كيف بدك تربح؟ عم أمن له الحوافز لتيو مشان يوقع بأقرب وقت. فرضا خليته يوقع،
شو رح نعمل بإيغور؟ مراد، هلأ رح أقلك شغلة. يمكن تجن من الفكرة، بس دورها. إيه؟ يا رفيقي، يلي لازم نخليه يقعد بحضننا أساسا موتيو إيغور. لسه مبارح كنت عم تسبح بالفايش، وهلأ عم بتقلي بالستين متر في أسماك استوائية. شو صار؟ بدك تغطس؟ شبك بالضبط تركنا من البحر. فكر فيها شوي. عضويتك بالنادي لساتها قائمة؟ لساتها، بس ما عاد حضرت مباريات. ما بيصير، لازم تكون إدارة النادي معك إلك. لا دخيلك، أنا مستحيل كون سعيد بمطرح كل الموجود فيه رجال، وخاصة الرئاسة مو من شغلي أبدا. أنا ما عم قلك كون رئيس، عم أحكي عن إدارة نادي. شو هلأ رجعت تحب كرة القدم من جديد ولا في شي تاني عندك؟ أخي أنت مو حابب يكون إلك نفوذ بتركيا؟ اللي بده يلعب اللعبة على أصوله بدير الملايين مثل ما بده. وقف يا أخي، الطاقة ورأس المال والرياضة واحدة واحدة. لوين؟ رايح شوف كيف أقنع تيو بالحوافز تبعي. الله بيعطي للناس من بعض الشغلات اثنين، تعرف ليش؟ من شان يقدر قيمة التانية وقت يلي بيخسر الأولانية. مش الحال؟ كله تمام، عم ياخدوه هلأ على المشفى. كيف صرتي حضرة المدعية؟ بعدين منحكي بهالموضوع يا عبد الحي. إن شاء الله العمر إليك. ليش ما منعتوا؟ هدول بيحبوا يموتوا وبيحبوا يقتلوا وبيحبوا يتفرجوا. برأيك شوفتك ووقفتي قدامك سهلة؟ عم بتمنى كل دقيقة لو أني متت معهم. الحرقة بقلبي عم تكبر وتكبر. وإمتى كنتوا عم تفكروا أنكم تخبروني؟ طبعا أنا مالي أي معنى، لا مشان أخوكم ولا مشانكم، ما هيك عبد الحي؟ بالنسبة لأخي مراد، أنت كنتي من أكثر الناس اللي كانوا بيحترمهم بالحياة، كان على طول بيشتقلك، حماكي ودافع عنك، ومشان ما تتضرري حاولي بعدك قد ما في عن حاله. منيح أنكم لسه حافظين هيك حجة، لأنه ما في عندكم شي تاني تقولوه. انت كنت بتعرف انه عابد اساس علاقة مع صفية، ما هيك؟ عابد شو له علاقة فيك انت؟ انا ما بعرف، ونحن عم نسألك هالشي لألك يا عبد الحي. كنا مفكرين انه هالشي هو خطة من خطتكم السرية. بعد ما خسرنا لأخي مراد، ما عاد في إلنا عين نتطلع بوش بعضنا.
قطعنا العلاقة. يعني عابد مشان يتذكر أخي إجا ولقاني لإلي؟ وينه هو؟ تعرف شي؟ أنت إلك علاقة شي بحراس المعبد؟ أنت متذكر مين هو أبي ما هيك يا عبد الحي؟ عابد ملاقيك مشان يوصل عن طريقك لحراس المعبد. الشايب بده منا نحن نمشي أمور المبادلة. فولكان، بدي منك تحول خط عبد الحي لعنا بسرعة وتقفله من شان كل الاتصالات؟ هي كله. عبد الحي ما بدي يحكي مع حدا عن طريق هداك الخط. وهلأ خلص الاجتماع. قدروا جماعتك ياخدوا قرار؟ من هلأ وطالع علاقتك رح تكون معي يا أبو إيراس. خير ما عملته. عبد الحي بعد هذا العمر ما في يتحمل هذا التوتر. لا تطول يا أبو إيراس، كيف بدنا نعملها خبرني. فولكان، في مشكلة بالهاتف تبعي، خدوا شوف لي إياه. ايه ماشي معلم. ما بينشبع منك، بس شوفك منحكي بشكل مفصل. شو مع مين عم تحكي؟ شو كتير عم زعلك؟ لحتى عم تشكي همومك لحدا تاني؟ شو قال الشايب؟ وافق على المبادلة، أقنعته ما هيك؟ ما بده ياك بعملية المبادلة. ما أنا معقدة كل هالقد. إذا ما كنت أنا ما في عملية. شو شايب ما بيعرف قديش مهمة مسألة رهف بالنسبة لإلي وشو حساسيتها؟ لهيك الشايب ما بده ياك فيها. برأيه أنك حتكون عاطفي وممكن تخرب العملية بسبب هالشي. أصبح خبروه لهذا الشايب بدل ما يتعب حاله ويفكر بحالتي النفسية. خليه يفكر كيف بده يلاقي مكان المبادلة. لا تقلق، نحن حلينا الموضوع. انتو اللي قفلتوا لي جوالي؟ طبعا نحن اللي قفلنا. الجزء البقيان من العملية نحن اللي رح نكمله. اذا بيصير اي شيء لرهف حتى الشايب ما رح يخلصك من بين ايديه. يلا لشوف، ورجوني حالكن، اعكن تسودوا لي وشي. ولا تزعج حالك يا ابني، هيك شغلات بتصير. معلم لو أنا عامل عشر هالشي كنت قوصتني براسي. أصبح لا تعملها يا علي. معلم ما شاء الله بعد استراحتك بالماوى صاير صبور. ما في داعي تعصبني علي، بكفي. اتصل بالمخابرات خليهن يراقبوا جوال صفية قرخانلي. وأنا عم قول لحالي أخي ليش ما انفجر لهلأ. هلأ رح انفجر يا علي، خلصنا. حضرتك طالبتيني؟ اقعد بويرز.
لازم نحكي مع بعض. بنهاية هذا الشغل رح يعملونا كبش فدا، تعرف هالشي ما هيك؟ مو لألنا مارغريت، لألك. لا تنسى مين اللي دخلك جوات حراس المعبد. عن جد مفكر إنه يكون عندك قوة من دون ما أكون أنا؟ لسه من هلأ حطوا على راسك بارون. كان مرشحي البارون هو أنت. شو اللي بدك يا مارغريت؟ الأستاذ عمل غلطة وفاتورة هالغلطة نحن مندفعها، بس إذا نحن غلطنا مرة تانية راسه اللي رح يطير، وأنا رح آخذ مطرحه، وأنت بتكون صرت بارون تركيا. وكيف رح يصير هالشي؟ ببساطة، بكفيني اتصال واحد مع صفية. منيح، أصبحت تصلي. بس مو من تليفوني أنا، من تليفونك. كل هالقد رهف مهمة بالنسبة لإلك؟ ليش لحط حالي بهيك مأزق؟ الختايرة إذا عملوا عملية مشان يخربوا المبادرة اللي حتصير، ما في ضمانة ضل عايش أنا كمان. ويرز، اللي بعمله مشان رهف ما له حدود. إذا بتساعدني أنقذ رهف من هالشي هاد، ما رح يكون في حدود مشان اللي رح أعمله إلك. مارغريت، تعالي لعرفك على هذا الشاب. عابد ما عم يفكر هيك، عم يوعدنا نقضي أيام بتركيا ما رح ننساها. بحياتي ولأول مرة رح أتصرف من جوات قلبي. عابد اللي مخليكي تفكري هيك، ولا الزمن اللي عم يمر، ولا اتنيناتهم سوا؟ اللي شو بوشك؟ عملت حادث. انا ما عم صدقك صوفي، معقوله انك انتي تتخلي عن فرصه كتير مهمه بالنسبه لموقفك بسبب رجال؟ عابد، صوفي
حبيبتي كيفك؟ أهلين مارغريت، وينك أنت؟ شغلتي بالي عليكي. أنا كتير آسفة، مسؤولين الدولة التركية من وقت ما عرفوا أني إجيت على تركيا ما تركوني لحظة، بس راح أعود لك إياها وعد. حاسة أنه راح يطمخي بغرفة الأوتيل، لازم أعمل شغلات تانية أكيد. تعالي خديني وطالعيني من هون رجاء. عندي شوية شغل كمان، بس حكيت له لمراد عنك. الليلة رح نلتقي فيه. خلي هو ياخدك وأنا رح ألحقكم بعدين. ايه منيح، بس يمكن يخيب أمله وقت يشوفني بحالتي هيك. أنا منهارة. بلا حكي فاضي، بس يشوفك رح يطير عقله. شو هذا اللي عم بيصير؟ هذا الشايب عن جد موجود؟ متأكد؟ ولا هذا عاكف عامل هيك مشان يدير الدولة العميقة؟ إذا كان عم يلعب علينا كلياتنا، مو على الفاضي قاعد على كرسي لأخي مراد، وفوق هاد بكل وقاحة عم بيقوم بدور النائب. إذا أنت عم تقول عن هذا عاكف شي عبقري، طيب أصبح خلينا نتركهم يمشوا بالعملية كلها. هذا شو صاير له بالجبل يا أركان؟ في شيء أنا ما بعرفه؟ إيه طبعاً. طيب حبيبي خلصنا، روق، ما حكينا شيء. أنا قصدي خلي هالولاد يكتسبوا من التجربة. إذا كل مرة رحنا وغطينا عليهم أخطائهم، يعني كيف بدهم يكملوا مشوارهم، ما هيك؟ بس أنتو إذا كنتوا مصرين على الروحة منروح. معلمي إجا حبيب القلب، أنت اللي كان ناقصنا وبس. شعورك أني ماني موجود هذا شرف كبير لإلي. معلم، في معلومات من المخابرات، قال قدروا يلاقوا مكاننا لمارغريت. يلا خلونا نروح. لازم أحكي معك بموضوع كتير مهم، بس دقيقتين. ما معي دقيقتين يا إحسان. طيب دقيقة واحدة معلمي. دخيلك يا ربي لشوها. امشي معنا، امشي على الطريق بتحكي له. من دون ما نشوف رهف ما رح نعمل شي، بس شوفها بعطيهم إذن الطيران. ما رح يطيروا لحتى تصير رهف معنا. وبويرز وجماعته؟ بويرز وجماعته احتمال من هون رح يطلع، يكونوا عاملين ممر أمني لهم. أنت وشامل بدكن تشكلوا فريق مداهمة وتتسللوا عبر الممر. وكيف رح نلقي القبض على البارونات؟ ما في داعي تحاولوا تمسكوهن، رح تتركوهن. الطيارة رح يتم تسقيطها فوق بحر إيجي، ورح يتم تسجيلها على أساس حادث. ما رح نلقي القبض عليهم، رح نتركهم، ورح يتم إسقاط الطائرة فوق بحر إيجي، ورح تتسجل على أنه حادث. وهلأ يلا يا شباب بلشنا. أكيد ما في ناقص، ما هيك؟ لا يا خانو. طيب وين الوصل؟ موجود بهذا الجهاز، والوصل بيطلع من هون. الشفرة من فضلك. كل يوم اختراع. تفضلي. شكرا كتير. تكرمي. Ah!
شو صار لك؟ شو شفتي كابوس؟ شو صاير؟ يا ريت يكون كابوس. أختي خير، شو صاير لك؟ ليش ما عم تحكي لي؟ شبك؟ ما في شي. كيف ما فيك شي؟ كيف الواحد بيوصل لهالحالة وما في شي؟ ما فيني أحكي لك أختي، ما فيني. ليكي أختي، نحنا ما في إلنا حدا غير بعض بهالحياة هاي، عم تفهميني؟ رجاء احكي لي، أنا حابة إني ساعدك. وجودك هون أكبر دعم إلي، وإلا صدقيني كنت جنيت. أهلا وسهلا. طاولة السيد مرة. تفضلي. تشرفنا. مارغريت حكت لي كتير عن حضرتك. شي غريب، مارغريت ما بتحب تحكي كتير، كتومة. طالما مقضية وقت مع حضرتك معناها حضرتك شخص مهم. لا لا، مو هالقد، في عنا أزواق مشتركة وبس. مثل شو؟ مثل استثمار الناس وتحضير مؤامرات ودسائس دولية وأكيد قتل شي حدا. ما فهمت. أنا عم أمزح. مارغريت مو حاكت لك بما فيه الكفاية. أنا بحب خلي الناس تستغرب شوي. على ما يبدو ما عجبت حضرتك. لا، بس جوعانة كتير. رح يكون معي فرصة طويلة مشان اتخذ قراري حتى نهاية العشاء. قالت لي مارغريت انك بتعرف كتير منيح بموضوع الفن. مو بس بعرف موضوع الفن، مثل مو بموضوع الفن ماشي حالي، ما بني شي بالتنظيمات السرية وتشكيلات الخفية، مثلا حراس المعبد، هن مجال اهتمامي. أنا برأيي إنه هدول نظرية المؤامرة. عن جد؟ حضرتك من حراس المعبد؟ بهالخجل وبهالحيرة هي ما بيصير شي. على ما يبدو إنه مارغريت مو مدربتك منيح، يمكن لازم تطور حالك شوي تاني. شو رأيك نطلب أكل؟ أنا كتير جوعانة. شامل هي مو عندك، وصل على الخط الثاني. قدرتوا تأمنوا الاتصال؟ فولكان على الخط وهلأ عم نحكي معه. فولكان، عم تقدر تشوف شي على الرادار؟ ما في أي تحركات سيدي، وبعتت المعلومة للأمن والمخابرات إنه المنطقة محظورة على الطيران. أنظمة دفاعاتنا الجوية جاهزة؟ نعم سيدي. فولكان، ممنوع يقرب من المنطقة أي طائرة لحدود 10 كيلومتر.
إذا حدا اخترق اضربوه. علم. فاطمة، أعطينا تضاريس المنطقة. بعد المبادلة منلتقاه. من هون رح نطلع. فاطمة، شامل، بتاخدوا معكم فريق وبتطلعوا على هاي التلة. من هون رح تمنعوهم يهربوا. طلحت، وانتوا فخفوا هاي الجهة. ما منقدر نسمح لهم يطلعوا. قبل ما نستلم رهف ما حدا بيتحرك. شامل، هات الفريق معك والحقني. انت وانت تعالوا معي. في سيارة جاية باتجاهكم من مسافة بعيدة. من الشرق ولا من الغرب؟ من الشرق. عينورة، خلي الكل جاهزين. ماشي. خليك انت هون وانت تمركز هنيك. شو ما استرجب ويرز يجي قابلنا لحتى بعتك لألك يا مدة؟ لا لا يا حبيبي، وقت انت كنت عم تشتغل تحت ايدي في بيناتنا حق وحقوق، لهيك قلت بروح انا من شان ما يصير في توتر. مطور الكي جي تي منيح، عم شوف زعامتك لهم بكل فخر، متعلم مني كتير شغلات، بس يعني فريقك مو كل هالقد يعاكف. متبك جيت لهون مشان تحكي ولا مشان تنقذ أرواح معلمينك؟ ايه عاكف، مستعد تنفذ شروطنا بكل تفاصيلها؟ بالأول بدي شوفها لرهف. اعطيني تصريح الطيران وخود البنت. فولكان، اعطيهم تصريح الطيران. حاضر سيدي. سيدي، صدرت التعليمات بإلغاء الرحلة المذكورة.
شوفها مرة تانية يا فولكان. سيدي ما في هيك رحلة. عاكف اطلع من هنيك فورا. وقعتوا بالفخ يا عاكف. اطلعوا يا عمي رح نمشي. سيدي شو مشان الشباب؟ اتركن وامشي. عاكف Ha 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 ha!